الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا السبع إلا وما أكل السبع لا السبع كنا
تستقسم بالتسليم ذلكم في الصبر لا 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 لا
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عندك صوت ما شاء الله، عندك برشا غنى تساعدك انت، صوتك ما شاء الله على الفاظ صحيح بعض الحروف استعملت انت الكلام، الالف ما استعملوه الا في شوف الحروف، عندك درايه بالنظر الاحكام اللازميه والنظريه مش برشا برشا، الالف ما استعملوه الا لحرفاء النون والميم المشددتين فقط. نون أو ميم مضاعفة نستعمل الأن باقي الحروف نقراو عادي عندك استعمال الأن فرشا هذه الملاحظة عندك سير التخيل والتقييد بعض الحروف أنا بحاول تيجي أكثر قراءة إن شاء الله شديد بارك الله فيك زين فضل الله صلى الله عليه وسلم.
لا 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 تعالوا بقى توقفت عليها ولا وما أكل السبع حتى ولا تعالوا بقى وما أكل السبع إلا ما لقيت وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما لقيت وما أكل السبع إلا وإن وإن ولا وإن المين
ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. الله غفور رحيم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك، سيدي تفضل. أربع
التصدقه. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر وإذا حللتم فاصبروا
وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. لا نحرمنا بصرخة والمنخرطة عن
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله كان إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا وأن تستقسموا بالأزلام
ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة أو إثم غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بارك الله فيك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله فيك. وفضل سيدي. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنقنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام. ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام الأنعام
الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله فيك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم والمنخنقة والمنقورة والموءوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أهل لغيرها وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله فيك. أي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ما شاء الله، بارك الله فيك. هل تفضلي بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم غير محل الصيد وأنتم يرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله فيك. جيد. فصل. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم. لا كيفش متى؟ كل شيء حرمت. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم. ميتة والدم. وليك الميتة. الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير فمن وفي فمن
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق فسق ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بارك الله فيك. هي الأولى صراحة ظاهرة فيها يسر. الحمد لله تعالى هي ظاهرة الكلام في المسجد. راه بشكل غير عادي. سواء كان في المسجد بتاعي ولا في بعض المساجد المجاورة. الناس خصومات والله يبارك في الظهر المؤذن كيف السلام الان والسيد مازال يكمل في الحكايه انا نسمع لها في المحل اقامه الصلاه والسيد مازال يتكلم يا اخواني يجي للمسجد رجاء يشد مصحف ولا يشد السياحه ولا يذكر المولى عز وجل اما خصومات ورفع صوت والاخر يحكي في قصه
العسكريه تبادر بالتليفون، هذه كلها لا تمد الى بيوت الله باي سلاح. المولى عز وجل يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وهذه مساجد افضل اماكن الارض، الانسان لما ياتي اليها هو بشيء ينسى الحسنات، مش بشيء ينسى اوزار ويبدا يحكي في التليفون كلام على الدنيا وكذا. هذا كله رجاء، رجاء للانسان على الاقل يحافظ على نفسه. فكر ربيع ساعه هي الحكايه كلها 4 ساعه اما يبدا يتكلم بكلام دنيوي ولا كلام او شعبان اليوم وكذا، والله انا اقبليك في اقامه الصلاه في صلاه الظهر نسمع في السيد يحكي بحكايته. انا هنا نسمع في المؤذن يقيم في بالكم اذا اقيمت الصلاه فان الكلام يحرم الا على الامام، محرم الكلام الا بذكر الله الا للامام. اما الانسان يحكي والاخر غادي يعيط كذا، كاني وليت المساجد محل الازعاج. كثير من الناس يجي يقول لك والله ما عادش لاقي الراحه، راه ندخل نلقى كان اللي يتكلم واللي يشوش والبورتابل ما غادي يعيط والاذان الاذان هذا اللي في البورتابل هذا يشوش حتى على الناس. في رمضان جاوا برشا الناس قال لك يذن قبل وقته، ثم اللي غلط الناس يا اخي الوين؟ في رمضان صارت وجاوا وتشكاوا وقال لك غلطوا الاخر يذن قبل الوقت تلقاه ثم دقيقتين ولا ثلاثة. فهذه الأشياء على قليلة في المسجد حافظوا على الإنسان يجي للمسجد يأتي بسكينة. ثم ظاهرة ثانية هي برشا ظواهر أنه الإنسان يصلي كان في بلاصة هذيك كأني مكتوب على اسم يا أخي، هذا راه منهي عليه في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، قال إذا صلى أحدكم فلا يوطن كما يوطن البعير. يصلي في أماكن عدة في المسجد، وهك البلاصة هذيك بالذات الأماكن الخاصة إلا للإمام. الإمام يصلي لأنها هذاك مكان المحراب. أما الإنسان ماذا به يحب هكا الأرض هذيك، أو قال هنا ربي قال فما بكت عليهم السماء والأرض وقال يوم تحدث أخبارها. تشهد لك الأرض وقت اللي تتنفل ولا فريضة، كل مرة صلي في بلاصة لوهك البلاصة هذيك. التوطين في الأماكن منهي عليه شرعا. الإنسان ماذا به يصلي مرة على اليمين مرة في الوسط مرة على اليسار مرة ليه لازم البلاصة هذيك؟ ورجاء ثم نقطة ثانية، راهو خاصة تو الإمام معرض يتنقض الوضوء نتاعو، معرض يخطئ في الصلاة. اللي يجي خلف الإمام يجب يكون ملم بأحكام الصلاة على القليلة، أبسط الأشياء، يجيد قراءة القرآن، يا سيدي داخل الإمام يجبد اللي وراه يلقاه. ثم أحكام شرعية، ثم راهي برشا ملاحظة ولكن أخذنا منها أهم، خاصة من الكلام في المساجد. وربع ساعة الإنسان يحافظ على نفسه، يحافظ على نفسه، ما يشقى والواحد ما غادي يتكلم والاخر بالتليفون والاخر يتحدث مع الاخر. ما زلت انا نسمع السلام عليكم ويعرفوا شعمت لي اليوم في القضيه. هذا زعما كان في الصلاه، اين الخشوع؟ زعما هذا كان في المسجد. رجاء هذه نقطة نحب ديما كل مرة نبو على حاجة نذكروا بعضنا أو الإنسان سبحان الله وذكر فإن الذكرى تنفع. هذا من باب الذكرى، خاصة التليفونات والكلام كذا، اشغل لسانك بذكر الله. ما يزيدش الانسان في تن برا ومعاصي وكذا، يزيد يجي للجامع يزيد يهز معاصي وذنوب على كرايم ويروح. انا حكاوا لي اليوم في جامع انا مجاور قال لك عركة في وسط الجامع، عركة في وسط الجامع تصور تو بالليل يجي ويدخل فهمتني ويشوف معناتها حال المسلمين في المساجد هكا، حال المسلمين في المساجد بهذه الكيفية، خصومات وعوكات وناس تتعارك والاخر يتكلم وغادي ما عادش ناس لاقيه راحتها. والله يجيو برشا يقول لك ما عادش لاقيه راحتها. ثم ناس الاغلبيه طيبين لكن هذوما اللي يتكلموا كذا رجال شد وصفهم. اشغل لسانك بذكر الله بالتسبيح بالاستغفار بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، خير من انه الانسان يخوض في احاديث معناتها لا تمد الى هذا المكان الطيب باي صله. تفضل. اقيموا الصلاه.